نروح لسالة حامد زميلتنا من ارض الملعب ولقاء مع العائد الوافد الجديد مروان سرحان. اليك الكلمه يا سلام. من جديد برحب بك يا كابتن هيثم، وبرحب بكل ضيوفك الكرام في الاستوديو وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه نادي الاهلي في كل مكان. وبالفعل يا كابتن هيثم زي ما حضرتك قلت، يمكن معايا النهارده يعني واحد من نجوم المباراه النهارده والعائد بعد فتره طويله، يمكن تقريبا 3 شهور من الاصابه، مروان سرحان. اكيد في البدايه برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي، ويخليني في البدايه اقول لك مبروك مرتين، مبروك الماتش النهارده طبعا بعد ما كسبته على مصر التامين، ومبروك عودتك للملاعب مره اخرى والمشاركه في المباريات. ويلكم باك. شكرا سلا، وبرحب بكابتن هيثم طبعا وكابتن سلعاوي كابتن طاهر في الاستوديو، وشكرا على الكلمتين الحلوين دول. وانا سعيد والله بالعوده اكتر من اي حد، يعني كان الفتره اللي فاتت دي كانت فتره صعبه شويه نفسيا برضو، ان الموضوع ما كانش صعب، وعمليه وجبس شهر وبعدين نقرر ان احنا نعمل عمليه، فده اخرتني شويه، فالموضوع كان طويل وكان يعني صعب شويه نفسيا يعني، بس الحمد لله يعني الحمد لله الفرقه والجهاز الفني الناس كلها ساعدتني يعني، والحمد لله على العوده يعني. الحمد لله. يمكن مروان انت كنت في نقطه مهمه جدا وهي الجزء النفسي، ازاي طبعا مستر جاستي بوش والجهاز الفني اتكلم معاك النهارده بالذات قبل المباراه النهارده، انت بتشارك لاول مره بعد فتره طويله، يعني احكي لي كده اتكلم معاك قال لك ايه، نصحك بايه طبعا قبل ما تشارك النهارده؟ هو الفتره اللي فاتت دي يعني كان اخذناها تدريجيا من قبل مباريات الكاس مثلا بحوالي كام يوم كده، كان الدكتور الجراح يعني قال لي ابدا التمرين بس حاجات فرديه كلها، نو كونتاكت، شوتينج لوحدي، دريبلينج، الحاجات الاساسيه دي لوحدي يعني، وانا ما انتظمتش في التدريبات غير بقى لي 3 تمارين بالظبط. فهو بعد التمرينتين الاولانيين هو كان عايز يلعبني، وكان يعني محتار يعني او لا، عشان انا ما كنتش يعني اعتبر لسه مش جاهز فنيا يعني 100%، بس كان بقالي تمرينتين بس. فهو كان اتكلم معايا وقال لي ان هو عايز يديني في الماتشات دي، يرجعني واحده واحده يعني، بحيث ان احنا لفتره التوقف دي ممكن نكون صعب شويه ان احنا نعمل ماتشات وديه، فهو عايز يبدا يديني في الماتشات دي واحده واحده، بحيث ان انا اخد الريتم بتاع الماتشات، ولما نيجي نلعب ان شاء الله في السيمي فاينل ما يبقاش الموضوع يعني ايه لسه جديد او حاجه. فهو طبعا بشكر الجهاز الفني كله ان هم ساعدوني في الحته دي واعطيني ثقه واثقين فيا، وانت طبعا زي ما شفتي ماي تيم ميتس برضه يعني واثقين فيا وبيساعدوني على الرجوع بشكل اسرع، وان انا ادابت وسطهم بشكل اسرع، فالحمد لله يعني على التيم ميتس زي دول والجهاز الفني طبعا. يمكن مروان النهارده اللي يعني برضو الحمد لله ظهرت بشكل مميز في الماتش، وكمان مش انت بس، كل لاعبي نادي الاهلي النهارده ظهرتوا بشكل كويس وبشكل قوي قدام مصر التامين. كلمني طبعا عن ادائك النهارده واداء لاعبي نادي الاهلي. هو طبعا برضو يعني انا يعني الحمد لله شكلي الى حد ما كويس، ان احنا في الفتره اللي فاتت دي ما يعني انا كنت ايديا مش شغاله كباسكتبول وايز يعني، بس كنت بتمرن طبعا في الجيم في الملعب، حتى لما كنتش بشارك كنت باجي بجري، كنت حاضر في التمرين متابع كل الاساسيات يعني اللي بتحصل في الملعب والفنيات، فده بالنسبه لي. طبعا بالنسبه للفرقه احنا مستعدين طبعا لفريق التامين كويس جدا، درسينهم متفرجين عليهم كويس جدا، واحنا طبعا معانا الدفع من ساعه كاس مصر، فده بوش كويسه جدا ان احنا نقدر نساعد نكمل عليها. وطبعا الصفحه بتاع كاس مصر دي اتقفلت طبعا، بس ان انت طبعا بطل ودي شخصيتك يعني، فدي مفروضه على قدامك في الملعب على المنافس يعني، فدي كل الحاجات دي بتساعد حتى لو الماتش يعني مش في اعلى مستوياته يعني، بس فالحمد لله يعني. مروان طبعا نظرا لديك الوقت في خلاص يعني فاضل يومين على الماتش التالت يوم الخميس، ازاي ان شاء الله تستعدوا للماتش التالت؟ هو برضه نفس يعني احنا طبعا بنلعب نفس الفرقه، فالاستعدادات تبقى واحده، نفس الكي بلايرز حافظينهم، وهنتفرج على الغلطات بتاعتنا من الماتش التاني، ونحاول ان احنا يعني الميستيكس اللي احنا عملناها النهارده والماتش اللي فات ان هي تقللها، دي احسن حاجه نقدر نعملها استعدادا للماتش اللي جاي، بس كده. مروان طبعا بقول لك مبروك مره ثانيه على عودتك وعلى ماتش النهارده، وبالتوفيق ان شاء الله الفتره الجايه. شكرا كابتن هيثم والاستوديو كامل. شكرا يا مروان. كده طبعا كان لقائنا يا كابتن هيثم مع واحد يعني من نجوم المباراه النهارده والعائد زي ما حضرتك قلت مروان سرحان، والان العوده مره اخرى للاستوديو. كلمه ليك يا كابتن هيثم، تفضل. سلا حامد بشكرك شكرا جزيلا، الف مبروك، مليون مبروك عوده مروان سرحان، يمكن هو اسعد الناس النهارده بعودته، لان الحقيقه اللعيب هو مصاب بيبقى في حاله نفسيه صعبه يعني، مبروك عودته، وزي ما قلت يا سلا مبروك عودته ومبروك المكسب.